أمس انطلاق أنشطة مبادرة الإقلاع لدعم ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية. وبهذه المناسبة بيّن نائب رئيس المبادرة سيد محمد ولي الوافي أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في سياق الحرص على مواصلة مسيرة النماء التي قادها رئيس الجمهورية، مبرزا الإنجازات التي تحققت خلال المأمورية الأولى، كما أشادت المداخلات بما تحقق لصالح الشباب والنساء خلال السنوات الماضية من حكم رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. وقد تابع الحضور فيلما حول المشاريع التنموية التي تحققت لصالح المواطنين في مختلف المجالات. وقد طالبت رئيسة مبادرة الإقلاع بترشح رئيس الجمهورية لمأمورية رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. إن مبادرة الإقلاع في هذا المسار من وجودها ممتد طيلة المأمورية الرئاسية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية تجمع نخبة من مختلف أبناء البلد، قاسمه المشترك هو الوطنية والصدق والإخلاص والتفاني في دعم فخامته، والصبر والثبات على هذا الموقف والتمسك بهذا الخيار الوطني نظراً لما لمسوه في رؤية وسياسة فخامته من بشائر التغيير الجذري وحقائق الإصلاح الشامل المؤسس على الحلول العميقة لمشاكل الوطن والمواطن، ومن أولها تخليق السياسة ورأب صدوع الوحدة الوطنية وبلسمة جراح اللحمة الاجتماعية الغائرة في الجسم الوطني الجامع. السادة الحضور، إن الإنجازات المعنوية لفخامته المتمثلة في انتهاج سياسة الوئام والتهدئة والمصالحة الوطنية ورد المظالم المجحفة وحل المشاكل العالقة وتسوية أوضاع المغبونين ورفع المعاناة عن المتضررين والتجاوب مع قضايا الرأي الوطني بكل سلاسة وانسيابية وتقريب الخدمات كلها من المواطنين، إنجازات معنوية تاريخية تشكل حياة اجتماعية وبيئة سياسية جديدة وأسلوب تسييري وتدبير جديد أصبح ينعم به المجتمع والدولة والشعب على حد سواء.